السلام عليكم ورحمة الله. أدرك الراسخون في العلم حقيقة الدنيا، وأن الإنسان مهما علا فيها ونال من متاعها فإنه راحل، وأنه لا مفر من يوم يجمع الله فيه الناس للحساب والجزاء، فلجأوا إلى الله بهذا الدعاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا، إنا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناس ليوم لا ريب فيه، هو يوم القيامة، فإنك سبحانك لم تخلق الخلق عبثا، ولن تتركهم سدى، وإنما خلقتهم لأمر عظيم، فمن أطاعك تفضلت عليه بالثواب العظيم، ومن أعرض عن طاعتك عاقبته بما يستحق. إنك لا تخلف ما وعدت به عبادك، فوعدك حق ووعدك صدق. قال أحد الحكماء: اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك بقدر خلودك فيها. جزاكم الله خيرا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه.